سعدت جدا اليوم بمرافقة زملائي في هيئة البريد المصري بافتتاح مكتب من نوع جديد، هو الأول من نوعه في مصر، هو مكتب الخدمة من داخل السيارة، بمعنى أن المواطن يستطيع دخول المكتب بسيارته والحصول على كافة الخدمات البريدية وهو جالس في سيارته، خدمة ما يعرف بالدرايف ثرو. المكتب مفتوح 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، يستطيع أي مواطن أن يحصل على كل الخدمات البريدية أو الخدمات التي يقدمها البريد بالتعاون مع باقي الوزارات والجهات الحكومية، كخدمات السجل المدني أو خدمات الحصول على شهادة المخالفات أو كافة خدمات البريد كخدمات وصلها والحوالات البريدية وباقي الخدمات المالية التي يوفرها البريد. المكتب الحقيقة بهذه الطريقة نقلة نوعية في طريقة أداء الخدمات لكافة المواطنين، هو الأول من نوعه. إن شاء الله هناك خطة لنشر هذا النوع من المكاتب في يعني مختلف محافظات الجمهورية وأيضا في باقي مناطق القاهرة الكبرى. الحقيقة البريد المصري من وثبة إلى أخرى، لدينا الآن حوالي 4500 مكتب بريد، صعودا من 3200 قبل 5 سنوات. استحدثنا خدمات المكاتب المتنقلة ثم خدمات المكاتب الخفيفة على شكل أكشاك موجودة في الأماكن التي بها يعني مرور كثيف من المواطنين، ثم جاء اليوم استحداث آخر بخدمات الدخول بالسيارة داخل مكتب البريد أو مكاتب الدرايف ثرو. الدرايف ثرو كونسبت قدمه بريد مش كبير في العالم، يمكن سبقنا البريد الامريكي من سنتين، انما النهارده احنا اوائل الناس اللي بنقدم مكتب متكامل درايف ثرو في المنطقه وفي الشرق الاوسط وفي افريقيا. هو ده نوع جديد من الخدمات اضفناه في الهيئه القوميه للبريد، ومش هيقف عند المكتب ده الدرايف ثرو واحد، هيبقى طبعا في كل المناطق حسب الكثافه السكانيه وتواجد المواطنين والطلب على الخدمه دي. بيتلقى الخدمه بطريقه بسيطه جدا زي اللي بيتلقاها وهو داخل الفرع على رجليه، بيبقى في كيوماتيك على اول الطريق بياخد الرقم، ورقم المكتب اللي بيقدم له الخدمه بيكون متعلم عنده، بيقف وياخد الخدمه بتاعته. معمول حسابنا للمانوفرنج او للمناوره، لو المكتب مشغول بيروح للمكتب اللي بعديه، كمان بيقدر يتحصل على خدمه الاي تي ام وهو داخل السيارة أيضا لو مش عايز يتعامل مع الموظف، وبيخرج من الناحية التانية بكل انسيابية. بنعتقد ان احنا بنقدر نخدم اكتر من 10 عملاء في نفس الوقت من خلال الدرايف ثرو برانش. تجربة فريدة من نوعها على مستوى مصر والشرق الأوسط كمان، ان يكون في خدمه بالشكل ده، ان العميل يخش مش محتاج انه ينزل من عربيته خالص، وهو جوه عربيته بياخد خدمته باكمل وجه. يعني احنا بنتعامل مع العميل عن طريق ان العميل بيخش بالعربيه بتاعته، بيخش على الشباك، سواء احنا بنادي عليه بكيوماتيك بنشوف الخدمات اللي هو ايه اللي محتاجها، بيقطع رقم من بره من الكيوماتيك بننده عليه بيدخل بالعربيه، بنشوف الخدمه اللي هو عايزها بنقدمها له، بيخلص الخدمة بيمشي على طول.